أبرز ما قدمناه هو واجب علينا طبعاً مو فضل، هي زيارة المصابين والجرحى من المتظاهرين الشباب، وزيارة عوائل الشهداء وتقديم المعونة لهم من خلال تقديم الشكاوى والتعويض بما يناسبهم من هذه الخدمة، وبالتنسيق مع بعض الزملاء المحامين نعطي اسم الشهيد واسمه الكامل الثلاثي أو الرباعي وتاريخ الاستشهاد ومكان الاستشهاد، ومن ثم عائلة الشهيد أو ذويه يعملون وكالة رسمية للتوكل في المحاكم لتقديم الشكوى والتعويض على كل من تسبب بقتل أبنائهم.